مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية أجواء تقريبا لطيفة في النهار لكنها باردة ليلا. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 23 والصغرى 10. المناطق الشرقية الشمالية الشرقية العظمى 19 والصغرى 6. في منطقة الرياض والوسطى العظمى المتوقعة 20 والصغرى 12. والمناطق الشرقية 21 إلى 12 درجة مئوية. لكن المناطق الغربية معتدلة في النهار لطيفة بالليل. المناطق الغربية 30 العظمى والصغرى 21. والمناطق الجنوبية الغربية 22 إلى 13 درجة مئوية. يوم الاثنين في ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء لطيفة في النهار باردة نسبيا في الليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 24 والصغرى 10. المناطق الشمالية الشرقية 21 9. والمنطقة الرياض والوسطى 22 إلى 14. والمنطقة الشرقية 23 إلى 13. إذن المناطق الشمالية والوسطى والشرقية أجواء ما بين باردة نسبيا إلى لطيفة في النهار لكنها باردة ليلا أيام الأحد والاثنين. والمنطقة الغربية طبعا أجواء معتدلة في النهار لطيفة في الليل. المناطق الغربية 29-21 والمنطقة الجنوبية الغربية 21 إلى 13 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية بحيث تصبح الأجواء لطيفة في النهار باردة نسبيا ليلا. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 23 والصغرى 9. الشمالية الشرقية 22 7. ومنطقة الرياض أجواء لطيفة بالنهار باردة نسبيا ليلا 26 18. والمنطقة الشرقية 25 إلى 16. وتميل للبرودة خاصة بعد منتصف الليل في الرياض والمنطقة الشرقية لكنها بشكل عام أجواء لطيفة في النهار لطيفة في الليل لكن بعد منتصف الليل تميل إلى البرودة. والمناطق الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29 العظمى والصغرى 20. المنطقة الجنوبية الغربية 22 13. ويوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء لطيفة بالنهار باردة نسبيا ليلا في المناطق الشمالية. الشمالية الغربية 24 العظمى والصغرى المتوقعة 10. المناطق الشمالية الشرقية العظمى المتوقعة 22 والصغرى 7 درجات. لكن المنطقة الوسطى والشرقية لطيفة في النهار وأيضا أو معتدلة نهارا لطيفة ليلا. المنطقة الرياض 29-17 والمنطقة الشرقية 26 إلى 17 درجة مئوية لكنها تميل قليلا إلى البرودة بعد منتصف الليل. المناطق الغربية معتدلة في النهار لطيفة بالليل 29-20 والمنطقة الجنوبية الغربية لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا 22-13 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا أجواء لطيفة في النهار باردة نسبيا ليلا في المناطق الشمالية. الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 24 والصغرى 10. الشمالية الشرقية 24-11. لكن المنطقة الوسطى والشرقية أجواء لطيفة في النهار وأيضا بالليل لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل. العظمى المتوقعة 29-18 والعظمى المتوقعة في المناطق الشرقية 26 إلى 18. أما المنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29 إلى 19. والمنطقة الجنوبية الغربية لطيفة نهارا تميل قليلا إلى البرودة أثناء الليل 21 إلى 13 درجة مئوية. تستمر الأجواء هكذا أيضا يوم
الخميس. يوم الخميس بتكون الأجواء لطيفة بالنهار، باردة نسبيا ليلا في المناطق الشمالية الغربية، والعظمى المتوقعة 23 والصغرى 11. المناطق الشمالية الشرقية أيضا لطيفة نهارا، باردة نسبيا ليلا، العظمى المتوقعة 24 والصغرى 11. منطقة الرياض معتدلة بالنهار لطيفة بالليل يوم الجمعة، العظمى المتوقعة 30 والصغرى 18 مئوية. كذلك المنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 27-18، والمنطقة الغربية بشكل عام معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-21، لكن المنطقة الجنوبية الغربية لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا 21-13 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله وإلى اللقاء.